الاسوسياسيون ديالنا تم التاسيس ديالها في 24 فبراير من سنه 2023. حقيقه الاسوسياسيون ديالنا ما جاتش من فراغ، لان الاسوسياسيون ديالنا هي مجموعه من سنوات ديال العمل والتجارب. في الحقيقه اللي خلاني انني نأسس هذه الجمعيه اللي هي جمعيه ابداع ومساعده الاطفال، هي اول حاجه هي لا ترانسميسيون ديال لو سافوار فير. حنا تبارك الله الحمد لله اليوم اوني دي ممبر 7 بيرسون دو ستيليست موديليست، تبارك الله علينا كنا فنانين. وبطبيعه الحال كما قلت قبل، استطعنا اننا ندير واحد الدمج ما بين الاصاله والمعاصره، بحيث اننا خدمنا على بزاف ديال لي زارتيكل اللي حاولنا اننا نطوروا منهم باش نحببوهم الاطفال، وباش هما يوليو يقلبوا على هاد التراث ويسولوا عليه.